طبعا زي ما انتم شايفين طرمبة البنزين طبعا وانا ماشي على الطريق عملتها معايا. فطبعا زي ما في فيديوهات سابقة ازاي تعرف ان ده عيب الطرمبة موجود على القناة بتاعتي. المهم يعني اتأكدت ان هو عيب الطرمبة، ففكيت الاربع مسامير بتوع الغطا بعد ما رفعت الكرسي، وبلاقي هنا فيش بشيلها عن طريق الضغط على الجنب، تمام. وببدأ اجي باستخدام مفك كبير، اول حاجة بطلع الخرطوم ده ازقه بس لفوق كده بالشكل ده، يطلع الخرطوم معايا، بجيبه على جنب. بعد كده باستخدام مفك كبير بروح جاي ضارب بايدي من هنا، وضارب بايدي من هنا وشمال، مبركزش يعني على جنب واحد. وابدأ احل الصامولة بتاعة طرمبة البنزين. تطلع معايا الصامولة، بيكون تحت الطرمبة هنا في جوان، تطلع الطرمبة معايا بالشكل ده. طبعا بيكون معايا طرمبة جديدة خلاص، وممكن طبعا يتغير لها الموتور. اول حاجة بعملها ببيت الجوان جوه تانك البنزين، بالشكل ده، واجيب الترومبة واروح نازل بيها. اول حاجة بنزل بمقاس العوامة المؤشر، وبعد كده اروح نازل بالرداف بالشكل ده. واروح نازل واجيب الصامولة الف لفة ورا، واروح جاي مكمل قدام. وابدأ ازق واربط جامد عشان ما تجيبش بنزين، واجيب خرطوم البنزين واروح مبيته عن طريق الضغط بالشكل ده، وابدأ اركب الفيش بتاعتي تاني. ونيجي ندور ونشوف، نيجي نسمع صوت زن الطرمبة شغالة مية مية. في النهاية اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، وياريت اللي استفاد من الفيديو يعمل لايك وشير، لان ممكن يكون حد عطلان على الفيديو دوت، او حد هيكون الفيديو ده سبب استفادة ليه. شكرا ليكم.